فاكرين حضراتكم حلقة يوم الاثنين اللي فات؟ اتكلمت مع حضراتكم عن قصة حصلت في فرنسا تخص أسطورة فرنسا زين الدين زيدان. أولا خليني أبدأ مع حضراتكم ونشوف فيديو جراف صغير كده ونشوف القصة دي وصلت لإيه وأنا عايز أقول إيه، لأن أنا تعليقي الحقيقة هيكون عندي فيه كلام مهم جدا جدا جدا، وأكتر حاجة صعبانة عليا هي كرة القدم المصرية. خلينا بس نشوف توابع أزمة رئيس اتحاد كرة القدم في فرنسا وزيدان ونرجع نكمل مع حضراتكم. وزيدان لم يعلق. هذه هي البداية وهذه هي النهاية. في بداية هذه الأزمة زيدان لم يعلق، وفي نهاية الأزمة زيدان لم يعلق. أربعة أيام حصل فيهم كل هذه الأمور. في أربعة أيام الفيديو جراف اللي حضراتكم شفتوه ده، الراجل طلع قال كلمتين، قال لك أنا مش هرد على زيدان في التليفون وشوفوا له نادي أو شوفوا له منتخب. الدنيا اتقلبت لغاية لما تمت إقالة أو تم تنحية رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في مشهد أقل ما يوصف بأنه مشهد محترم للغاية. ده أقل حاجة أقدر أقولها، إن هو مشهد محترم جدا جدا جدا. يعني إيه أسطورة؟ يعني إيه رمز؟ إذا كنت عايز تعرف يعني إيه أسطورة ويعني إيه رمز، اتفرج على ما حدث خلال الاربع ايام. بس اسطوره فرنسا، اسطوره او رمز في فرنسا. تخيل حضرتك الازمه بدات يوم الاثنين، النهارده الاربع، يوم الاحد انا اسف، النهارده الاربع الازمه انتهت في اربع ايام. احنا بقى لنا اربع سنين الراجل بيطلع يشتم في واحد، يعني بيشتم في الناس واحد واحد. اربع سنين يمكن، ما اعرفش كام سنه، ولكن من يوم الحد، حد واثنين وثلاث والاربع، اربع ايام انتهت الازمه وتم تنحيه رئيس الاتحاد الفرنسي اللي وصل نهائي كاس العالم مرتين، واخد نهائي كاس العالم 2000، خد كاس العالم 2018 ووصل لنهائي 22. كل ده مش فارق. الراجل ما شتمش، ما قالش أدبه، هو كل اللي عمله أنه تكلم بعدم احترام. القرار كان واضح وصريع وسريع. وفي النهاية زيدان لم يعلق. انتهت الأزمة وزيدان لم يعلق. عايز أقول لحضراتكم
ان بسبب مداخله، او الازمه بدات بسبب مداخله تليفونيه من رئيس الاتحاد الفرنسي اتكلم فيها بعدم احترام عن زيدان الاسطوره اللي بيعتبر واجهه لفرنسا والكره الفرنسيه. ما كانش فيها تجاوز، ما كانش فيها تطاول، مجرد عدم احترام لواحد من اساطير كره القدم الفرنسيه والعالميه. بس حد خد باله من صمت الكبار؟ زيدان لم يصدر اي تعليق، ما اتكلمش، ما صرحش، ما طلعش يتخانق، ما طلعش يتخانق، وما طلعش يتكلم عن الرجل اللي بيتكلم عليه زي ما حضراتكم بتشوفوا. لكن كان في رد فعل طبيعي من الاتحاد الكرة القدم الفرنسي، وكمان كان في تحمل للمسؤولية الأخلاقية عند الرجل اللي غلط، وانتهت الحكاية، انتهى الموضوع. لا يحتاج الموضوع لتعليق أكثر من اللي أنا قلته. اطلع اشتم محمود الخطيب، واطلع اشتم حسن شحاتة، واطلع اشتم فلان، واطلع اشتم علان. عندنا أساطير ورموز كبيرة جدا، ستظل هذه الرموز والأساطير رموز وأساطير في عينينا مهما حصل، على فكرة أهلوية وغير أهلوية. اسمهم القوة الناعمة المصرية. هو لما كابتن محمود الخطيب ده بيروح يتكرم في أي حتة في مصر، في أي حتة بره مصر، كابتن حسن شحاتة ده لما يروح يتكرم في أي حتة بره مصر، ده وجهة لمصر. أنا متأكد إن هيجي يوم ونشتم برضو محمد صلاح، ما هو أسطورة ورمز لكل الشباب اللي شاف واللي بيتفرج على ما يفعله محمد صلاح. اتمنى، احنا القينا الضوء على هذا الامر يوم الحد اللي فات هنا في البيت الكبير مع حضراتكم، ويمكن ناس كتيره جدا سالتني قالت لي هو يعني ايه علاقه فرنسا؟ عرفت ان هناك علاقه. الادب والاخلاق والاحترام لا يفرق بين بلد في اوروبا وبلد في افريقيا، هي موضوع له علاقه بالانسانيه والاحترام، ليس له علاقة بالجنسية إطلاقاً.